تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. ليست مجرد كلمات، بل حديث نبوي كلماته موجهة لأهل المغرب، ذكرت فيها فتوحات أربعة متعلقة بهم. فهل سيغزو المغاربة الجزيرة وينتصرون في فتوحاتهم الأربعة؟ وما هي تفاصيل هذه الفتوحات وتفاصيل هذا الحديث ومعانيه؟ لنتابع معا في هذا الفيديو الذي يسرد الروايات فحسب ولا يقدم رأينا أو رؤيتنا عن الأحداث، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. في صحيح مسلم روي الحديث على لسان صحابي عن صحابي، أي أن الحديث في مرتبة جيدة من الصحة، عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينه، لا يغتالون. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. إنها إذن أربعة فتوحات ذكرها الحديث على لسان الصحابي نافع بن عتبة بعد أن حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعددها في الحديث بحسب تسلسلها الزمني، فبدأ بفتوحات الجزيرة العربية، ثم بلاد فارس، فالروم، فالنصر على الدجال. والكلام في الحديث موجه كما هو واضح في الحديث إلى بعض الرجال من المغرب، حيث إنه بحسب الحديث فإن جيشا من المغاربة سيعيد فتح جزيرة العرب وفارس ورومية في الزمان الذي يعود فيه الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، وكما هو مذكور في حديث نبوي آخر، وحين يخرج المسيح والدجال. الحديث بحسب كثيرين مبهم صعب الفهم والتفسير، لأن كلمة سره محذوفة بحسب رأيهم، وكلمة السر هذه هي قصة الحديث الكاملة والسياق التاريخي الذي رويت فيه والمكان الذي شهده والهوية الحقيقية للأشخاص الموجودين هنا، فهي أسئلة جدية ومهمة تعد المفاتيح الحقيقية لفهم الحديث جيدا وتفسير حقيقته. وبحسب العلماء الذين حاولوا ترتيب هذه الأحداث بتسلسل منطقي، فإن هذه الفتوحات ستحدث عندما تعود الخلافة على منهاج النبوة، والذين سيقومون بهذه الفتوحات هم مجاهدون من المغرب، بينما يقول فريق آخر من العلماء إن هذه الفتوحات هي فتوحات ممتدة عبر عمر الأمة وليست خاصة أو محصورة بآخر الزمان، حيث يقول هؤلاء إن المقصود بفتح الجزيرة المذكور في الحديث هي حروب الردة التي حدثت فعليا على زمن الخلفاء الراشدين، تحديدا أبو بكر الصديق، وفتح بلاد فارس وهي إيران حاليا، والذي تم في زمن الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم فتح بلاد الروم في زمن العثمانيين. وبحسب أصحاب هذا التفسير للحديث النبوي فإن الفتوحات الثلاثة تحققت إلا فتح الدجال الذي سيكون بعودة المسيح عليه السلام. ويحتج أصحاب هذا التوجه بأن التاريخ أثبت وقوع الفتوحات بترتيب ذكرها في الحديث نفسه، ويؤكد هؤلاء أن ثم في الحديث تفيد التعقيب والترتيب. ورغم أن كثيرين يرونه تفسيرا منطقيا، إلا أن هذا الرأي يبقى رأي الأقلية، أما الأكثرية فيرون أن ثم لا تفيد التعقيب بالضرورة،
ولا يمنع وجودها من أن الفتوحات ستكون في آخر الزمان مع عودة الخلافة بحسب رأيهم، كما يقولون إن تفسيراتهم تناقض أحاديث أخرى ذكرت أن فتح جزيرة العرب من جديد سيكون في نهاية الزمان. لكن لماذا بشر عليه السلام المغاربة ولم يبشر غيرهم؟ ومن هم هؤلاء المغاربة؟ وما قصة الحديث وكلمة سره؟ تعود القصة لزمن غزوة تبوك التي شهدها الصحابي نافع بن عتبة مع رسول الله، والتي لقبت بغزوة العسرة، وكانت آخر غزوة غزاها النبي في حياته بعد فتح مكة في السنة 9 للهجرة. وقد هرب جيش الروم حينها من ساحة المعركة، وكان نصرا حطم الهيبة العسكرية للروم في شمال الجزيرة العربية والشام. وبينما كان المسلمون يستعدون للعودة للمدينة، شاهد الصحابي نافع بن عتبة أناسا قادمين من الغرب. كانت ملامحهم غريبة على سكان الجزيرة، ويرتدون ملابس من الصوف في وقت الصيف. وقد وقفوا حول الرسول عليه السلام الذي كان قاعدا، فلما رآهم الصحابي على حالتهم تلك خشي منهم على رسول الله، فاقترب منهم وسمع هذا الجزء فقط من الحديث الذي كان عليه السلام يبشر فيه هؤلاء القادمين من المغرب بفتح جزيرة العرب. ولم يجد ذلك منطقيا حينها أن يبشر من جاءوا من أدنى المغرب بغزو جزيرتهم وفتحها. لكن من هم هؤلاء؟ ليسوا عربا، الصفة الأكبر التي ميزت هؤلاء، وذلك من خلال غرابة لباسهم وملامحهم، ولأنهم لو كانوا من الجزيرة العربية لعرفهم الجميع. وقد قال فريق من الناس إن من تحدث عنهم الحديث هم من أهل الشام، لكن آخرين ينفون ذلك لعدة أسباب. أن أهل الشام بحسب هؤلاء لا يرتدون الصوف في فصل الصيف والذي حدثت فيه غزوة تبوك، بينما يقول فريق آخر إن هؤلاء من السودان التي تقع إلى الغرب من مكة، وأن ملامحهم الإفريقية هي التي جعلتهم مريبين بالنسبة للصحابي. لكن أيضا رأي مرفوض بحسب آخرين، لأن الغزوة الحاصلة حينها كانت في تبوك وليس مكة، وأهل السودان أيضا لا يلبسون الصوف، وقيل إنهم من أقباط مصر وغيرهم، لكنها أيضا آراء تم نفيها، ولم يبق بذلك إلا أنهم من المغرب الذي كان يقطنه حينها خليط من الأعراق من أحفاد الفينيقيين العرب والقبائل البربرية القادمة من الصحراء، إضافة إلى الرومان وشعوب المتوسط وآخرين. ولأن هؤلاء كانوا غريبين جدا عن أهل الجزيرة بملامحهم المختلطة، ولأنهم كانوا يرتدون الصوف، قدر الصحابي الجليل أنهم من المغرب. إذن هي بشرى من النبي عليه السلام، بل أربعة بشارات خص بهن المغاربة تحديدا سيفتحون الجزيرة العربية، ومن بعدها بلاد فارس، فبلاد الروم، ثم سيقاتلون الأعور الدجال في نهاية الزمان. وبغض النظر عن آراء العلماء واختلافاتهم حول هذا الحديث، إلا أن وجوده في صحيح مسلم وروايته عن صحابي مثل نافع بن عتبة تجعل مرتبة صحته بحسب علماء الحديث جيدة جدا، فلا يمكن اعتباره حديثا ضعيفا أو موضوعا، ولا يمكن بالتالي نفيه أبدا. فهل حقا برأيكم ستكون نهاية الزمان على يد أهل المغرب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس.